اهلا بكم اعزائي المشاهدين. مولانا اجدد الترحيب بفضيلتك ومعايا الاستاذه منى من القاهره. استاذه منى اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلامه يا رب ودكتور يا رب. سؤال حضرتك في الحلقه النهارده ايه؟ انا والله في حديث يعني مش عارف كان حديث نبوي او قدسي. شوف من شغله ذكري عن مسالتي اعطيت له افضل ما يعطى للسائل. للسائلين. فهل هذا يغني عن الدعاء؟ لان انا كتير بحب الذكر، لان الذكر في كل الاوقات وعلى كل الاحوال. يعني الواحد بيقول الدعاء ويسكت. نعم. وبعدين برضو في القران ادعوني استجب لكم. فيعني برضو سمعت بعض الاراء لك ادعي احسن. فانا ففعلا هل الذكر يغني عن الدعاء؟ حاضر. في اسئله تانية يا استاذه منى؟ شكرا جزيلا. يعني بشكرك شكرا جزيلا. بنرجع لقضية اللفظ وقضية المصطلح. ويمكن احنا ختمنا الفاصل الاول او الجزء الاول من الحلقة عند الغرق، زي ما بنتكلم عن السكر. الغرق كيف مطلوب ان تغرق في هذه الحضرة وان تغرق في هذا الشوق وان تغرق في بحر السرور. الغرق في الدنيا في البحار اللي احنا عارفينها غرق مميت، اما هنا الغرق نجاة يضمن لك الحياة هناك في الآخرة، الحياة الخالدة في الجنة. طيب نرجع برضو لتنقية الفهم، لجعل الفهم او الانسان يدرك سعة افق. او سعة افق، يتسع الافق للمعنى الحقيقي للكلمة. هذه المصطلح، ولذلك لكل علم مصطلحاته. عشان كده احنا قلنا ايه، ليس السكر مخصوصا بالمحرم كما قلنا قبل الايات هون، في سكر وفي شرب وترى الناس سكارى وما هم في سكارى ولكن عذاب الله كثيرة الشديد. وفي انهار لذة للشاربين، لذة للشاربين الى اخره، وفي سكر من الطرب وفي سكر من شدة الفرح بسبب لقيا الانسان لحاجته الى، وده مذكور في الاحاديث. ايضا لكل علم مصطلحاته الخاصة به، كل علم له مصطلحاته الخاصة به وأساليبه. حتى لما حضرتك تتكلم في علوم السياسة له مصطلحاته السياسية وألفاظه وأساليبه. طبعا ما ينفعش تتكلم بها في التصوف. القانون له أساليبه ومصطلحاته، ما يعرف ما ينفعش تتكلم بها في الكيمياء، في الكيمياء خالص أو في الحساب. وقد يكون نفس الكلمة نفسها هنا والكلمة نفسها هنا بالضبط كده. في الطب تختلف. فإذن لكل علم مصطلحاته الخاصة، وعلم التصوف له مصطلحاته وأساليبه. اللي أساس علوم التصوف علم الرمز والإشارة. أساس علومهم علم الرمز والإشارة طبعا. لأن كما قلنا إذا ضاقت العبارة اتسعت الرؤية عن المعنى فنلجأ إلى الرمز والإشارة. وإذا ضاقت الإشارة عن الإحاطة بالمعنى فالصمت وأبلغ تعبير. هتقول إيه؟ الصمت. الصمت وأبلغ تعبير. ها؟ ما تقدرش تتكلم خلاص. فدي حقائق الأمور. فبالتالي ولذلك تجد القاعدة في علوم الشرعية في أصول الفقه يقول لك لا مشاحة في الإصطلاح. يعني لا حرج في أنك تصطلح، يعني تطلق لفظ معين على شيء لا مشاحة لا إنكار فيه. ومولانا الشيخ زروق رضي الله عنه في قواعده يقول الاصطلاح للشيء بما يدل على معناه ويشعر بحقيقته ويناسب موضوعه ويعين مدلوله بعد ما وضع جملة اعتراضية فيها شروط معينة لا وجه لإنكاره. الاصطلاح للشيء بما يدل على معناه ويشعر بحقيقته ويناسب موضوعه ويعين مدلوله لا وجه لإنكاره. ما تقدرش تنكر. فبالتالي ده المصطلح بتاع الصوفي، هو بيصطلح وله أساس من الشرع. ما بيصطلحش هذا الاصطلاح من فراغ عشوائي بشكل عشوائي. لذلك احنا ذكرنا الآيات والأحاديث. صحيح. وأذكر مولانا الشيخ محمد زكي إبراهيم رضي الله عنه في واحد أحد تلامذته رحمه الله الشاعر عبد المنعم ضيف الله أرسل له سؤال، وهو شاعر فأرسله في شكل بيت شعر. طبعا. بيتين شعر بيقول له ما قول رائدنا شمس الحقيقة في تلك القضية قولا يقشع البدعة قلتم سعاد وليلى أيوة تقصدون بها معنى فما هو فيما ربنا شرع.
يا سلام. زي سيادتك ما قلت دلوقتي شويه لما بيقولوا ليلى ويرمز الى يعني ويبدا بالرمز في هذه النقطه يعني. اشوف بقى الفقه بقى الشيخ بيقول ايه برضو الفقه بالشعر ورد عليه شعرا يعني. شعر عليه شعرا وبنفس الايه القافيه والوزن. قال له ما اقول له البدعه شرع فبنفس الوزن يعني. الله. فقال له كنيت بالغير ايوه عن ذات اقدسها كيما ابيح لنفسي بعض ما منع. يا سلام. كنيت بالغير ليلى وسعدة ايوه عن ذات بقول ازاي تقول أقدسها. ربنا اقدسها كيما ابيح لنفسي بعض ما منع كيما ابيح لنفسي بعض ما منع كنيتها لأوفيها قداستها وأشبع النفس من بث الغرام معا إذا ذكرت جلال اللفظ روعني فكيف بجلال الذات مجتمعا. الله. ده أنا بس ما بذكر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وجلت قلوبهم. إذا ذكرت جلال اللفظ مجرد اللفظ جلاله روعني وجلت قلوبهم أدي المعنى. إذا ذكرت مجرد اللفظ يعني إذا ذكر الله هو القرآن هو افهم يا أخي. إذا ذكرت جلال اللفظ روعني فكيف بجلال الذات مجتمعا. لما يبقى في حضرة بقى ويشوف الذات ويبقى في هذه الحضرة يعني اللي هي أنوار المشاهدة في الحالة دي يعني شوف شوف قد ايه يعني زي ما نعم. بيقول يعني ايه ما فيش لفظ يناسب نعم يناسب فبعمل ايه بجيب رمز أيوة. كده من الحياه أيوة. عشان افك واقدر ابقى في حريه في التناول. كنيت بالغير عن ذات اقدسها كنيت بالغير عن ذات اقدسها كيما ابيح لنفسي بعض ما منع كنيتها لاوفيها قداستها واشبع النفس من بث الغرام معا. ما هو مقام المحبه في حالة الشوق شديد الغرام. إذا ذكرت جلال اللفظ روعني فكيف لي بجلال الذات مجتمعا. أقول ليلى شوف بقول لك أنا بقول ليلى أقول ليلى أقول ليلى مشيرا في عوالمها إلى المعاني وما راء كمن سمع. صح صح. أشير في عوالمها إلى المعاني وما راء اللي في حاله المشاهده كمن سمع. ليس من رأى او من سمع كمن رأى يعني. وبعدين بقى عشان تفهم بقول ايه وما اردت بها الذات التي احتجبت لكن اردت بها النور الذي سطع. الله الله. عشان ما تلخبطش لا ما حدش بيشوف ربنا كده جل وعلا. وما اردت بها الذات التي احتجبت لكن اردت بها النور الذي سطع. ألغزت عنه بليلى أيوة ألغزت عنه بليلى في الهوى أدبا ملبيا أمر داعي الحب حين دعا. السلام. ده أدب ها مش ابتزال ولا حاجة زي ما ليلى مش موجود. لا نعم ليلى مش موجودة ده رمز. ألغزت عنه بليلى في الهوى في الحب أدبا ملبيا أمر داعي الحب حين دعا فقام صحوي ومحوي في الغرام على محجة الشرع إني أمقت البدعة. فقام صحوي ومحوي الصح على محجة والمحوي. الشرع اللي هي الغيبة والحضور والسكر والصحو فقام على محجة الشرع صحوي ومحوي في الغرام على محجة الشرع إني أمقت البدعة وصنت حبي وتقديسي بتكنيتي بنحو ليلى فيا ليت العزول وعى. فيا ليت العزول اللي بيلومني يا ريت اللي بيلوم يعرف. فبقول له ايه فان اردت فكني انت مجتهدا فذلك الباب ذوقا عندنا اتسع سالتني وخفايا الشك باديه لعلك الان قد اصبحت مقتنعا. لا لازم يكون مقتنع يعني ضيف الله لازم يكون اقتنع بكلام الامام من ابناء الشيخ بس عاوز يوري للناس يعني رحمه الله عليه كان شاعر جليل وصوفي طبعًا ورع طبعًا لكن عشان يبين للناس فاجابه على السؤال ففي النهايه قال له ايه يعني سالتني وخفايا الشك بادية لعلك الآن قد أصبحت مقتنعا. سألتني وخفايا الشك مش وخفايا الشك بادية نعم. يعني خلاص المفروض تكون اقتنعت.
طب خليني اروح برضو مولانا واحنا بنتكلم والشيء بالشيء يذكر، واحنا بنرد على بعض الشبهات اللي بيثيرها البعض، واتمنى بعد ان يثير البعض هذه التساؤلات اهلا بكل سؤال، ولكن دع نفسك لاجابات مقنعه تقتنع بها. طيب، هل كل ما يرد على لسان المحب حال سكره يسمى او نعتبر ذلك شطحا؟ لا طبعا، لان يعني السكر يعني حال، والشطح كما قال مولانا الشيخ الطوسي ابو النصر الطوسي من ائمه وعلماء واولياء القرن الرابع الهجري، وله كتاب رواه احمد بن الحافظ ابو الفرج الجوزي، روى الكتاب ده عن فلان عن فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان، قال احمد ابن ابي الفرج الجوزي قال سمعت ابو النصر الطوسي يقول. ماذا قال؟ وجه قال بقى الكتاب ده كله. ايوه، فهو بيقول ايه في الكتاب ده بتاعه، اتكلم عن الشطح، قال ايه؟ هي عباره مستغربه في وصف وجد فاض بقوته وهاج بشده غليانه وغلبته. عباره مستغربه وقد تكون مستهجنه احيانا. ايوه، في وصف وجد محبه زائده شديده، فاض بقوته، ده فاض، انت عارف ده بقول لك فاض النهر بقوته، فاض الكيل. ايوه، بقوته وهاج بشده غليانه وغلبته. الشيخ بيقول ايه؟ ثم قال الشيخ بعد ذلك: الا ترى الماء الكثير اذا جرى به النهر يفيض على الجانبين، لما النهر ايه، لما الميه تكتر وكده ويجي بقى يعني مياه كثيره وكذا فتفيض على الجانبين، ده حتى بيحدث في البحر، ها احيانا في وقت النوه البحر بيفيض، فما بالك بقى، فالنهر اذا ما زاد فيه الماء وكثر فاض على الجانبين. فلا تستغرب ان ما يرد عليه من السالكين بما يروا من معاني المحبة والشوق ومعاني المعرفة بالله وما يرد على قلوبهم وعلى أرواحهم من واردات ومعاني يجل عنها الوصف لا يراها غيرهم، فتفيض من قلوبهم بعبارات قد يستغربها البعض لأنهم لا يعيشون مثل ما عاشوا ولا يذوقون مثل ما ذاقوا. ولذلك الشيخ الهروي بيقول ايه، بيدلل على ذلك، قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ما هو يا اخي هو علم بما لست انت به عالم، فلا تحكم بجهلك على علم الاخرين. ومش معنى كده انه يتجاوز، لكن لابد انك انت تزن الامور، ها، ودايما تبحث عن النية، ها؟ لأن النية عند الشخص، فأنت لا تدخل في نوايا الآخرين وتسلم له الأمر. ويقول الشيخ في يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال له تعالى في القرآن الكريم: بلغ ما أنزل إليك من ربك. يقول إيه؟ ولم يقل بلغ ما عرفناك أو ما تعرفنا به عليك. بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما قالش بلغ اللي احنا عرفناه لك واللي تعرفنا عليك به، لأن ليس كل شيء يبلغ، ليس كل شيء إيه؟ يبلغ. يعني تحديد ما سيبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنزل إليك من ربك، لأن ليس كل ما تعرف عليه به المولى عز وجل أن يبلغه. ولذلك النبي قال إيه؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن هناك علم لم يبلغه لهم، لو تعلمون ما أعلم ما عرفه لهمش لبكيتم كثيرا. فده ولذلك الشيخ يقول إيه، إن في علوم، في علوم الشريعة في علم خص الله به النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص به غيره، وعلم للنبي صلى الله عليه وسلم وخص به الصحابة، وعلم خص به العام والخاص،
الصحابة وغير الصحابة، الأولياء وغير الأولياء. أنت ارجع إلى الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزله أو علمته أحدا من خلقك، حد تاني خد العلم ده أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن في إيه يعني أمور، فبالتالي هم علموا هذه الأمور. ها سيدنا موسى بيقول لسيدنا خالد هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هو اختص بهذا العلم. ها وبالتالي وسيدنا علي رضي الله عنه ايوه مهم ورد جدا. أيوة. عن سيدنا علي رضي الله أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 علما 70 بابا من العلم لم يعلم أحد ذلك غيري، وكان دائما إذا سئل قال هذا مما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما. فصل نعود إليكم.